قدم الرئيس الباكستاني عارف علوي تهنئته للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن تطلعه للمزيد من التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين. وخلال تقديم سفير مصر في باكستان أوراق اعتماده إلى الرئيس الباكستاني، أعرب عارف عن تقديره البالغ للدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ورفض جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.